في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في دمشق، ما الذي حمل هذا اللقاء؟ أي دلالة للموقع وماذا أرسى؟ تحياتي لك يا أخت رامية ولضيفك الكريم وللإخوة المشاهدين. اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم في مقر المجلس الوطني الفلسطيني جاء ليؤكد مجموعة من الثوابت والنقاط أهمها وأبرزها، أنه بعد دخول معركة طوفان الأقصى شهرها الثامن، الشعب الفلسطيني يخوض معارك ضارية في كل المواقع على أرض قطاع غزة الباسل، وخاصة بعد اجتياح العدو الصهيوني لمعبر رفح، والذي توهم أنه من خلال ذلك سيحقق نصر ما، ولكن هذه المعارك الضارية وإطلاق الصواريخ وإصابة أكثر من 50 جندي صهيوني خلال 24 ساعة الماضية باعتراف العدو الصهيوني نفسه، يؤكد أن الشعب الفلسطيني صامد، وأن الشعب الفلسطيني حسم خياره بأنه لن ينكسر ولن يتراجع، وسيواصل هذه المعركة بكل ما يملك من إرادة ومن إمكانات. اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم جاء ليؤكد على النقاط الأساسية التالية: أولا، وحدة الموقف الفلسطيني سياسيا وميدانيا. ميدانيا وعلى الأرض تتجذر وتتعمق وحدة الفصائل الفلسطينية التي تخوض هذه المعركة التاريخية بتنسيق وتكامل بين جميع فصائل المقاومة الفلسطينية. وسياسيا أيضا التأكيد بأننا نخوض معركة واحدة بكفاءة عالية، كما خضناها ميدانيا أيضا نخوضها سياسيا عبر مسألة المفاوضات للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. النقطة الثانية التي أكدتها الفصائل أننا سننتقل إلى مرحلة جديدة بعمليات نوعية لمواجهة هذا العدو الصهيوني الذي غرق في أوحال غزة ولن يتمكن من تحقيق إنجازات في رفح، وكما فشل في كل المواقع في قطاع غزة في الوسط وفي الشمال سيفشل أيضا في رفح. النقطة الثالثة أن الفصائل الفلسطينية متمسكة كفصائل مقاومة بثوابتها المتعلقة بأنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق ما لم يتم وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من غزة وتبادل الأسرى، وأنه مهما فعل نتنياهو الذي عطل كل الاتفاقات بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية بالمناسبة، وسأتحدث عن أمريكا بعد قليل، كل محاولات نتنياهو للعرقلة ومحاولة الحصول على تنازلات من المقاومة وكسر إرادة المقاومة، كل هذا سيفشل. موقف المقاومة الفلسطينية موحد أنه لا يمكن أن نصل إلى اتفاق ما لم يتم تحقيق مطالب المقاومة. النقطة الرابعة، الفصائل الفلسطينية ثمنت وبشكل عالي وقدرت الموقف التاريخي أيضا لكل قوى محور المقاومة، هذا الموقف المساند للقضية الفلسطينية والمساند لمعركة طوفان الأقصى، والذي دخل في هذه المعركة منذ لحظاتها الأولى، وهذا الموقف لمحور المقاومة يتصاعد ويتجذر يوما بعد يوم. وبالتالي هناك اتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية المقاومة على خوض المعركة ميدانيا وسياسيا، وسنتمكن في نهاية المطاف من إحباط مخططات نتنياهو وحكومة الإجرام في الكيان الصهيوني، وسنحقق النصر. وكما خضنا هذه المعركة على مدى الثمان شهور الماضية سنستمر في خوضها، وشعارنا الشهادة أو النصر. في رسائل للموقع دكتور ماهر الطاهر أن يكون لقاء الأمناء العامين للفصائل في دمشق؟ طبعا، أن تقف الفصائل الفلسطينية في دمشق التي تشكل قلب محور المقاومة
هذا يحمل أيضا معاني ودلالات كبيرة بأن هذا المحور متماسك ومنسجم، وأنه سيواصل هذه المعركة، وأن دمشق التي ساندت المقاومة الفلسطينية وساندت المقاومة في كل المواقع في لبنان وفي العراق مستمرة في موقفها بإسناد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. وبالتالي أن تصدر هذه الرسائل من دمشق أيضا هذا أمر له دلالات وله معاني عميقة بالنسبة للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة. دكتور ماهر الطاهر، سأعود إليك لأنه بعض النقاط أيضا يجب أن نستوضحها بما تفضلت به حول ما حمله هذا اللقاء الأمناء العامين في دمشق. هنا أنتقل للدكتور خالد الصفوري قبل ذلك، أيضا إذا لديك قراءة حول رسائل اللقاء في توقيت بين تعثر مفاوضات والميدان حيث وصل، ولافت أنه يعني تصريحات الرئيس الأمريكي التي استنكرتها أيضا حركة حماس وقال فيها أن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق حماس سراح المحتجزين، أيضا في التوقيت والمضمون يبدو لافتا. كيف يمكن تفسير هذا الموقف الأمريكي الذي وضعته أيضا حركة حماس وكأنه تراجع عن ما وصلت إليه آخر جولات المفاوضات والورقة التي خرجت من الوسطاء ووافقت عليها الحركة؟ شكرا على استضافتي وتحياتي للأستاذ ماهر الطاهر ولك والجمهور الكريم. أنا طبعاً ليس لدي أي ثقة في الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة تقول شيء وبعد ذلك يأتي مساعدي الرئيس ويوضح أن ما قاله ليس ما يعنيه، وأن أمريكا لم توقف شحنات الأسلحة على إسرائيل، هي فقط أجلت أحد هذه الشحنات. كثير مما يصدر من الجانب الأمريكي له علاقة داخلية في الانتخابات الأمريكية وفي غضب الشارع الأمريكي تحديداً الليبرالي والديمقراطي ضد الرئيس وسياسته تجاه غزة. هناك استطاعات للرأي، حوالي 70% من الديمقراطيين غير راضين عن أداء الرئيس تجاه غزة، هناك عدم رضا لدرجة أنه كثير من الذين صوتوا للرئيس المرة السابقة قالوا أنهم صوتوا له هذه المرة، يعني صوت سنة 2020. حتى هناك استطاع الرأي مع الديمقراطيين، 84% من اللي صوتوا له سنة 2020 الذين يؤيدون سياسته تجاه غزة قالوا أنه سيصوتون له هذه السنة، في حين أنه فقط 50% من الديمقراطيين الذين صوتوا له المرة الماضية لكن غير راضين عن سياسته تجاه غزة نصفهم لن يصوتوا له هذه السنة. فخسارته على المستوى الداخلي كبيرة، فهو يحاول أن يظهر بمظهر الأكثر مرونة والذي يضغط على إسرائيل من أجل وقف عملية القتل. طبعا عدم الرضا جزء كبير منه على حجم القتل للمدنيين في غزة وبسلاح أمريكي ودعم أمريكي ومال أمريكي وبتواطؤ، يعني تواطؤ شامل من الأطراف الدولية ومن حتى بعض الأطراف العربية اللي هي في الخفاء، حتى عندما تقوم بتقديم مشاريع في الأمم المتحدة أو تقول كلام أو تنضم إلى محكمة دولية، حقيقة ما تقوم به على أرض الواقع هو عكس تماما ما تقوم به. الجميع شاهد الجنود المصريين يضربون طفلا فر من رفح، والجميع شاهد كذلك وتم سحبها من وسائل التواصل الاجتماعي، جندي مصري يبكي ويستمع للقنابل تسقط على رؤوس سكان رفح. هنالك عدم رضا في الشارع العربي لكن هنالك تواطؤ رسمي وحكومي عربي. كل هذه مجتمع يعطي الموقف الأمريكي والإسرائيلي قوة. فالكلام الأمريكي ليس بالضرورة يعني كلام ممكن أوثق به، وأنا لم أكن أعتقد ومنذ الكلام في المفاوضات وقف إطلاق النار أن سيكون هناك وقف حقيقي. إسرائيل تشتري الوقت ولا تريد أن تساهم في عملية وقف إطلاق نار خصوصا دائما. الولايات المتحدة تقول أنها تقترح وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 6 أشهر وتعتقد أنه ممكن تحويله إلى وقف إطلاق دائم، لكن هذا بالتأكيد ليس ما يفكر به الإسرائيلي. حتى لو كان هناك خلافات أمريكية إسرائيلية، أمريكا لا تحاول أن تستخدم وسائل الضغط الحقيقي على إسرائيل، يعني أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع خلال دقيقة أن توقف هذه العملية العسكرية. في الصحيفة الصحف اليوم أمريكا حسب ما قال الصحف ومسربت وزارة الدفاع الأمريكية والخارجية أنه أمريكا تعد إسرائيل بمزيد من المعلومات الاستخباراتية ومعلومات عن أماكن وجود قادة حماس من أجل تسهيل اغتيالهم مقابل أن تقوم إسرائيل بتحديد العمليات في منطقة رفح. بالتالي أمريكا لا في التعاون، أمريكا طبعا أعطت كل هذه المعلومات منذ أول يوم لإسرائيل، المعلومات الاستخباراتية، المعلومات العسكرية،
أقمار صناعية، طائرات ذو طيار التي تحلق في المنطقة، طائرات تجسس الأيواكس التي تحلق في الأجواء. حتى عندما ضربت إيران وجهت صواريخ لإسرائيل، كانت هناك قطعتين بحريتين واستعملت دفاعات جوية لأول مرة تستخدم في تاريخ الولايات المتحدة، وعلى الأغلب هو سلاح ليزر. فالذي قامت به أمريكا لإسرائيل يفوق التصور. ورغم ذلك، إذا ترددت أمريكا في موضوع معين تردد بسيط، يكون هناك غضب من الجانب الإسرائيلي، وهذا ما نراه دائما. هنا ولو يعني فهما دكتور صفوري فيما تفضلت، يعني لا يوجد أي افتراق في تفاهم حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. ما نسمعه من تصريحات هي مرتبطة بالداخل الأمريكي وليس بالضرورة نحن نتحدث عن افتراق بالرؤية والأهداف الأمريكية، لأنه حتى موضوع ما أشرت إليه، موضوع رفح، أنه حكي عن تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أن تعود إسرائيل بين قوسين للبحث عن قادة المقاومة وعلى أن تعود عن عملية واسعة في رفح، فيما لا تستطيع إسرائيل وفق أركانها، يعني هيئة أركانها، أن تقود هكذا عملية أو تحقق فيها مكاسب، وكأنها تكافئها على شيء لن تقوم به لأنها لا تستطيع القيام به. بالتأكيد ويعني الموضوع حرب غزة أصبح من أمور الانتخابات الأمريكية، وهذا لم يحصل سابقا. يعني من النادر، منذ حرب العراق وحرب فيتنام لم يكن هنالك دور لموضوع السياسة الخارجية في الانتخابات الأمريكية. الآن هو الموضوع الثالث في الانتخابات الأمريكية حتى عند الحزبين، ولهذا نجد الرئيس السابق ترامب يتنافس في أنه يتهم بايدن بأنه ليس موالي لإسرائيل مثله هو، وانتقد حتى الديمقراطي اليهود الذين صوتوا لرئيس بايدن سابقا، وانتقد أن يصوتوا له مرة أخرى. فحقيقة الأطراف السياسية في الولايات المتحدة والحزب الجمهوري تحديدا أصبح فرع من الليكود الأمريكي، وأخذ مواقف أكثر يمينية حتى من الحكومة الإسرائيلية، وهذا بالتأكيد ليس نتيجة قناعات، هو يعود إلى عاملين: عامل اليمين المسيحي الإنجيلي الذي يعتقد أنه هو يدعم إسرائيل، لأنه الإنجيل قال من يرحم إسرائيل أو الله سيبارك فيه، من يلعن إسرائيل، أي أمة تلعن إسرائيل سيتم لعنها، ومن يعني يباركها تبارك. والجهة الثانية خاضعة للمال السياسي الإسرائيلي، هناك قوائم طويلة بالملايين التي تصرفها إيتاك والجمعيات المؤيدة لإسرائيل لصالح المرشحين الذين يؤيدون إسرائيل. وعادة أعضاء الكونغرس، الموضوع الذي يخيفهم أكثر من الدعم هو خشية أن تتدفق الأموال ضدهم في الانتخابات. هناك مجموعة من أعضاء الكونغرس حوالي 11 عضو، إسرائيل وإيباك أو جمعيات مؤيدة إسرائيل وعدت بصرف 100 مليون دولار في هذه الانتخابات ضدهم. هنالك دعم لإسرائيل، مولد بلسفينا جد دفع 47 مليون دولار في أول 3 أشهر من هذه السنة، 17 مليون لهزم مجموعة من الديمقراطيين الذين ينتقدوا إسرائيل. وبالتالي علينا أن نفهم أنه داخل الولايات المتحدة هنالك عدة عوامل، لكن أتوقع أنه حتى هذا المال سيفشل في بنسلفانيا، فشل في إسقاط مرشحة ديمقراطية، وهنالك انتخابات كثيرة علينا نتابعها الشهر القادم. هنالك عدة مقاعد للديمقراطيين وقفوا مع غزة، وقفوا ضد قتل المدنيين في غزة، حوالي 10 لديهم انتخابات تمهيدية خلال الشهر القادم. فعلينا أن نرى هل المال أو المبادئ في النهاية التي انتصرت في الولايات المتحدة. هذه أيضا نقطة ومعلومة مهمة جدا دكتور خالد صفوري، وللأسف حتى مفهوم ما قدم في المقاربة حول من يلعن إسرائيل بين قوسين، يعني سيلعن، استخدم حتى في جلسة مساءلة في الكونغرس مع يعني رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق، وكان لافتا عندما تحدث عن يعني شخصيات سياسية بهذا المستوى ونخب وأكاديميين أن يتم طرح مثل هكذا الأمر في مخاطبتها حول جامعتها خوفا على أن تلعن. يعني تبدو مفارقة غريبة أيضا في الطرح. دكتور ماهر الطاهر، بالعودة إليك، اليوم أنتم تدشنون مرحلة جديدة انطلاقا من هذه اللقاءات وإعادة المراجعة الاستراتيجية التفاوضية، هل يعني أن المرحلة السابقة انتهت، انهارت، توقفت؟ ما عنوان اليوم واقع تشخيص واقع المفاوضات، انهارت؟ المقاومة الفلسطينية لن يعني توقف عملية التفاوض، لأننا نحرص أشد الحرص على شعبنا
ونريد الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. نتنياهو يريد إطالة المعركة لأسباب باتت معروفة، ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق، وقناعتنا كمقاومة أن الموقف الأمريكي موقف مخادع ومناور، ويتفق تماما مع موقف نتنياهو وحكومة الحرب والإجرام والقتل في الكيان الصهيوني. وكل ما كان يقال خلال يعني الأشهر الماضية حول خلافات وحول ضغوط يمارسها بايدن على نتنياهو وعلى حكومة العدوان في الكيان الصهيوني، اتضح تماما أنها مناورات وتوزيع أدوار. حتى موضوع رفح، باعتقادنا أن هناك تنسيق قد تم بين الإدارة الأمريكية وحكومة الكيان الصهيوني لاحتلال معبر رفح. والآن الأمريكان يتحدثون عن شركة أمنية أمريكية ممكن أن تدير شؤون معبر رفح، وهذا ترافق وتزامن مع المخطط الأمريكي أيضا الذي عمل على بناء رصيف وميناء في سواحل غزة، وأيضا يجري حديث حول أن شركة أمنية أمريكية هي التي ستدير هذا الميناء. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنه بدأ ينتابها قلق بأن الكيان الإسرائيلي لن يتمكن من السيطرة على الأمور، فأرادت أن تدخل مباشرة في هذا الموضوع وأن يكون هناك شركات أمنية أمريكية للتحكم بقطاع غزة في المرحلة القادمة. وبالتالي نحن الآن فعلا أمام واقع ثبت من خلاله أن الإدارة الأمريكية هي التي تقود هذه الحرب، وإذا نشأ هناك أي خلافات بين بايدن ونتنياهو فهي خلافات تتعلق بأن أمريكا تحرص على الكيان الصهيوني أكثر من حرصه على نفسه، لأن نتنياهو بدأ يتخبط يمينا وشمالا وفعلا مصاب بحالة من الهستيريا، ويريد يعني أن يحقق صورة نصر ما، ويريد إطالة المعركة لأنه يعرف ما هو مصيره. لذلك بدأت الإدارة الأمريكية تخشى على الكيان، وبالتالي أصبحت هي نفسها تريد أن تكون جزء أساسي من هذه المعركة وأن تلعب دور مباشر في يعني قطاع غزة. على ضوء هذا الواقع، وهذا الواقع يطرح أسئلة كبيرة بالنسبة للدول العربية التي ما زالت تستقبل القادة الأمريكان بكل ترحاب، يطرح أسئلة كبيرة على الدول العربية. طيب إذا كان هذا هو الموقف الأمريكي الذي استعمل الفيتو في مجلس الأمن لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية، والذي صوت في الأمم المتحدة رغم تصويت 143 دولة لصالح فلسطين، صوتت 9 دول على رأسها أمريكا أنها ترفض الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين. إذا كان هذا هو الموقف الأمريكي وحقيقة الموقف الأمريكي، إذن نحن عدونا الأول أمريكا، والذي يريد تصفية القضية الفلسطينية هو الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية. ألا يطرح ذلك سؤال كبير بالنسبة للدول العربية؟ نعم. الذين ما زالوا يتحدثون عن حل دولتين وأنه أمريكا ممكن تلعب دور، هذا الموضوع بات فعلا يتطلب إعادة نظر شاملة برؤيتنا للدور الأمريكي، وهذا الدور الذي هو أكثر سوءا من موقف الكيان طيب الصهيوني. سنبحث نفسه في مفاعيل هذه الرؤية. دكتور ماهر الطاهر، تفضل تفضل. نعم، لا أنا كنت سأقول أنه في هناك قمة عربية ستعقد، فعلى الدول العربية أن يعني شبعنا كلام إدانات، ما زلتم تعولون على أن يحمل شيء مطالبة بكذا وكذا، يعني قمة. لا لا والله إحنا لا نعول على النظام الرسمي العربي، لكن على ضوء مجمل هذه التطورات التي تحصل، هل سيبقى النظام الرسمي العربي يتفرج
على إبادة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تتحرك فيه الجامعات الأمريكية. وأنا اليوم شاهدت فيديو تم طرد بايدن من أحد الاجتماعات وقالوا له قاتل الأطفال وضبضب أوراقه وخرج. إذا كان هذا الحراك على المستوى العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، فهل نحن في الشارع العربي ألم يحن الوقت أن يكون هناك حراك جدي وحقيقي يفرض على هذه الأنظمة أن تتخذ مواقف عملية لوقف المذبحة ضد الشعب الفلسطيني؟